بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله وقوته راح ناخذ الوحدة الأخيرة من منهج سوبر جول 5 الخاص بصف ثالث متوسط الفصل الدراسي الأول. بعد ذلك إن شاء الله ما ننتهي من هذه الوحدة راح ننزل بإذن الله الوحدة الأخيرة وهي الإكسبانشن الخاص بالوحدات من السادسة إلى من الرابعة إلى السادسة. سبب تأخير توفر هذه الوحدة وشرحها في قناة يسر هو بسبب طول فترة الإعداد والانشغال بغيره من الأعمال الوظيفية. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأسأل الله أن يكون الشرح سهل ويسير للجميع. راح نبدأ بالوحدة ونشوف عنوانها، ألا وهو Do you know where it is? Do you know where it is? من خلال العنوان سنعرف أمرين عن هذه الوحدة. أولا، نحن نتكلم عن أماكن لأن الكلمة where بمعنى أين فتدل على مكان، إذن راح نلاحظ أننا نتكلم عن عدة أماكن في هذه الوحدة. الأمر الآخر، السؤال نفسه والذي كان عنوان هذه الوحدة هو سؤال يتم تصنيفه في اللغة الإنجليزية بالأسئلة غير المباشرة، وهو كذلك جزء من قاعدتنا اللي راح نبدأ فيها بحول الله وقوته في هذه الوحدة. لماذا أقول نبدأ فيها؟ لأن الجزء الأول listen and discuss نرى فيه تطبيق للقاعدة بشكل كبير جدا فيما يخص الصفات، ففضلت أن نبدأ بالصفات وشرحها حتى نستطيع أن نفهم بالضبط لما نقرأ تطبيق القاعدة وين بالضبط. أوكي، الشيء الثاني أن في الكويك تشيك بالنسبة فيما يخص بسؤال الفوكابولري، في عندي هنا يقول underline the comparative and superlatives forms in the article، بمعنى قم بتحديد لصفات المقارنة وصفات التفضيل في النصوص المتوفرة لدينا هنا. فلذا يجب في البداية أن نعرف ما هي هذه الصفات وكيف أستطيع أن أستخرجها من خلال النص. لذلك ننتقل مباشرة بإذن الله إلى جزئية القاعدة. القاعدة هي comparative المقارنة and superlative والتفضيل forms of adjectives اللي تكوين الصفات وصياغتها. نجي هنا ونشوف في عندي عدد من الديفيجنز اللي هي العدد من الأقسام. فنشوف الجزء الأول buses are fast الباصات سريعة، bus tickets are expensive تذاكر الباص مرتفعة الثمن. نلاحظ لدينا صفتان تم كتابتها بلون غامق ألا وهي صفة الفاست سريع، expensive غالي. نشوف الكومباراتيف Trains are faster than buses. القطارات أسرع من الباصات. Train tickets are more expensive. نلاحظ نفس الصفات ولكن تم تغييرها وتفضيل القطارات على الباصات. بعد ذلك نلاحظ Planes are the fastest. الطائرات هي الأسرع. Plane tickets are the most expensive. تذاكر الطائرات هي الأغلى. أوكي، فهنا نشوف أن نفس الصفة مرت بعدة مراحل. ما هي هذه المراحل؟ راح نشوف بإذن الله في المستند اللي جهزت لكم، ولكن يجب أن لا نغفل كذلك أن الصفات نفسها هنا أيضا جاءت لي في مرحلة رابعة وطريقة رابعة لاختيار الصفات، ألا وهي comparisons with as فراغ. as الفراغ هذا راح تنحط فيه الصفة. إيش أقصد فيها؟ أني أقوم بتوضيح أن هناك شيئان مشتركان في صفة واحدة، شيئان مشتركان في صفة واحدة أو شيئان مختلفان في هذه الصفة. كل هذا بإذن الله راح نتطرق له في المستند اللي جهزته لكم، راح يكون عندكم في وصف الفيديو مع مستند المفردات كما تعودنا دائما. ولكن قمت بتصنيف القاعدة نفسها إلى إلى مستندين، فيما يخص الصفات لها مستند خاص فيها، وفيما يخص الـ indirect questions الأسئلة غير المباشرة لها مستند خاص فيها، حتى يستطيع الطالب تقسيم أفكاره من دون ما يتشتت ذهنه مع توسع القاعدة. للأمانة فهي أرجع وأقول الوحدة أخذت مني وقت طويل للإعداد. فهنا نشوف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يخص قاعدة الصفات في حالات المقارنة والتفضيل comparative and superlative forms of adjectives مثل ما قلنا العنوان. فهنا جبت لكم في نفس المستند قائمة ب
amazing adjectives بمعنى أهم الصفات الرائعة في اللغة الإنجليزية والأكثر شيوعاً واستخداماً. فقال لك هنا adjectives are words which describe. الصفات هي مفردات تصف ماذا؟ people الأشخاص، ممكن أقول adorable محبوب أو رائع أو محبب، okay. adventurous يحب المغامرة. كذلك ممكن أصف objects، okay، اللي هي الأشياء، فممكن أقول beautiful جميل، bright مشع. كذلك ممكن أصف good feelings المشاعر الجيدة والإيجابية، brave شجاع، calm هادئ. الباد feelings المشاعر السيئة، angry غاضب، annoyed منزعج. كذلك ممكن أصف فيها size الأحجام، فأقول big كبير، colossal معناها هائج كبير جدا، يعني كبير مرة، أوكي. كذلك عندي time ancient بمعنى قديم أو عتيق الطراز، brief بمعنى بشكل مختصر جدا فيما يتعلق بالtime. فهذه هنا مجموعة كبيرة جدا من الصفات يحصلها الطالب والطالبة هنا. فقبل ما أبدأ الشرح، هناك ثلاثة أمور يجب أن نضعها في الحسبان قبل أن نبدأ شرح هذه القاعدة وقبل أن يبدأ الطالب والطالبة في فهمها. أول شيء وأهم شيء أن الصفات نوعان من حيث الطول. إذن هما نوعان من حيث ماذا؟ من حيث الطول، وهما صفة قصيرة وصفة طويلة. إذن في اللغة الإنجليزية عندي نوعان من الصفات، طويل وقصير. القصيرة على سبيل المثال مثل fast سريع، big كبير. أما الصفات الطويلة فعلى سبيل المثال expensive غالي، comfortable مريح، وغيرها من الصفات اللي ممكن يجدها الطالب هنا ما بين الطويل والقصير. أيضا ما يضع الطالب في الحسبان أن الصفات نوعان من حيث أصل الكلمة وأصل الصفة، نعني بأصل الصفة، وهما صفة عادية أقوم بتغييرها حسب القاعدات اللي راح نشوفها تحت، وصفة شاذة بمعنى حينما نغيرها من حال إلى حال فهي تتغير معنى، يتغير شكل الصفة كامل، وراح نعرف إيش نقصد بهذا الكلام. فيها ملاحظة هنا وينتبه لها الطالب، أن هناك اختصار في المستند هذا، فقط في المستند هذا، وهو SP يرمز إلى ضمائر الفاعل Subject Pronouns. فكتبت أن الاس بي كاختصار، يعرف الطالب لما يشوف الاس بي يقصد فيه ضمائر الفاعل، أوكي، لها مكان طبعا في الجملة، مثل الاي اليو شي هي الات وي وذي، أوكي. فهنا النقطتين هذه أساسية في القاعدة، أما النقطة الثالثة هي خاصة بهذا المستند فقط، أوكي. فنبدأ في القاعدة هذه. ظهرت الصفات عندي الآن، أقول لكم ظهرت الصفات عندي في أربع حالات في هذه القاعدة اللي نشوفها في هذا المستند. إذن الصفات ظهرت عندي في هذا المستند بشكل كامل في أربع حالات، أوكي؟ فنشوف مع بعض الحالة الأولى. الحالة الأولى استخدام الصفة لوصف شيء واحد، وقد نصف فيها المفرد والجمع، وهي من ضمن الأفعال العادية غير الشاذة. ما بين القوسين هذا مهم جدا عندي، ليه؟ لازم أعرف الصفة هل هي عادية ولا شاذة عشان أعرف كيف أقدر أحولها. لذلك وضعت هذه الجملة ما بين الأقواس. فهنا أرجع أقول أول حالة من حالات الصفة استخدام الصفة لوصف شيء واحد، وقد نصف فيها المفرد والجمع، وراح نشوف مع بعض هنا إيش يقصد فيها. إذن الحالة الأولى من حالات الصفة في هذا الجزئية اللي هي buses are fast، الباصات سريعة، bus tickets are expensive، تذاكر الباص مرتفعة الثمن أو غالية. فهنا نشوف نفس الحالة على سبيل المثال the student is smart، الطالب ذكي، smart صفة. my baby brother is quiet، أخي الصغير هادئ، quiet. These dresses are beautiful، هذه الفساتين جميلة. إذن جمع. Sarah's mobile is expensive، موبايل سارة أو جوال سارة غالي الثمن. نلاحظ smart و quiet
هي من ضمن الصفات القصيرة beautiful expensive، هي من ضمن الصفات الطويلة. وكذلك حينما وأرى أن استخدامها كان بسيط جدا سهل جدا حينما وصلت فيها شيء واحد. الآن ننتقل إلى الحالة الثانية، حالة المقارنة بين شيئين باستخدام الصفة. إذا الحالة الأخرى مقارنة شيئان ببعضهما، وله حالتان طبعا، الصفة القصيرة والصفة الطويلة. نلاحظ هنا faster واللي هي أصلها fast صفة قصيرة، expensive okay صفة طويلة. فكيف قمنا بتغييرها، تغيير شكلها؟ هل تم التغيير في كلا الصفتين؟ نشوف معنى القاعدة ونقول الصفة هنا نشاط، طبعا هي ضمن الأفعال العادية غير الشاذة. أرجع أقول أنا الآن أتكلم عن أفعال عادية لا يتغير شكلها تغيير جذري. وهنا نشاهد تركيب الجملة في الحالتان. الصفة القصيرة مثل كلمة fast هنا عندي، أوكي الصفة القصيرة مثل كلمة fast، إيش صار؟ النوم الاسم أو subject pronoun الاسم الاختصار اللي قبل شوي، هنا اسم، بعدين راح يجي بعده الverb to be فعل الكينونة اللي هو am is are، بعد كذا عندي الadjective الصفة مضافة لها الer. أوكي أنا الآن أتكلم عن صفة قصيرة وأقارن شيئان ببعضهما، ثم than من وبعد ذلك اسم. إذن التركيب now verb to be adjective مضاف لها er than و now. نشوف عندنا airplanes الطائرات are faster than trains الطائرات أسرع من القطارات. Okay أحمد is smarter than علي، أحمد أذكى من علي. Okay فهنا نشوف عندي مقارنة اسمان سواء أسماء غير عاقلة object أو أسماء أشخاص، أوكي؟ وأقارنهم بصفات قصيرة. هذا هو التكوين، أشوف الصفة fast أضفت لها er faster، smart أضفت لها er فأصبحت smarter، بعد ذلك than وهو من، فيجب أن أرى من بمعنى أسرع من وأذكى من حتى أستطيع أن أقارن بين شيئين. هذا فيما يتعلق بالصفة القصيرة. ماذا عن الصفة الطويلة؟ اللغويون في اللغة الإنجليزية قالوا أن الصفات الطويلة مثل beautiful, expensive, comfortable أو comfortable اللي هو مريح، كل هذه الصفات من الصعب أن نضيف لها er مثل beautiful، okay؟ فيصير نوع من أنواع التعقيد والتعجيز في اللغة الإنجليزية. كذلك عند expensive، okay؟ comfortable okay. فهنا وجدوا أن هناك صعوبة في نطقها، فقاموا بإنشاء طريقة أخرى لكي أضع الصفة وأقارن فيها شيئان مع بعضهم البعض. كيف تم حل هذه الإشكالية؟ نشوف الآن الحالة اللي بعدها اللي الصفة الطويلة، النوم نفس الشيء، الverb to be فعل الكينونة نفس الشيء، بعد ذلك وأضاف هنا more. نحن لا نرى مور هنا في الصفة القصيرة، ولكن نرى في الصفة القصيرة، ويجب أن ننتبه أنني استخدمت more okay more، وبعد كذا عندي الصفة هذه، هل فيها إضافات؟ لا، بدون أي إضافات لأنها طويلة وقلنا صعب أن نضيف عليها. بعد ذلك than وبعدها اسم. على سبيل المثال لمار is more beautiful than رفعة، لمار أكثر جمالاً من رفعة. Cars are more comfortable than trucks، السيارات أكثر راحة من الشاحنات. Okay؟ فهنا لدي صفات طويلة beautiful و comfortable لمريح، وسبقت بمور وتبعت بذان، إذن أكثر من كذا وكذا. Okay؟ في عندي هنا نرجع له بعد شوي فيما يتعلق بهذه الطريقة. في بعد كذا عندي الحالة الثالثة ألا وهي التفضيل. إذن هذه هي الحالة الثالثة السوبرلاتيف. ما قبل ذلك اللي قارنت فيها صفتين تسمى بالكومباراتيف. شوفوها هنا
comparative طبعا الصفة العادية ما لها أي مسمى كتصنيف، مجرد أني أصف شيء. بعد كذا عندي comparative اللي هو رقم اثنين في القاعدة، والسوبرلاتيف هي الحالة الثالثة، ومن اسمها سوبر، سوبر معناها الأفضل مثل سوبرمان. أوكي، فنرجع نقول السوبر معناه الأفضل، فهنا حالة التفضيل وهي الحالة التي نقول أن شيئا ما أفضل من الكل. نرجع للقوسين ونكتب فيها، وهي من ضمن الأفعال العادية غير الشاذة. ولدينا كذلك نوعان من التركيب، وهما تركيب للصفة القصيرة وتركيب للصفة الطويلة. إذن عندي نوعان من التركيب، كما هو النوع الأول في الكومباريتيف مقارنة بين شيئين، لدي صفات قصيرة ولدي صفات طويلة. فالصفة القصيرة نشاهد على سبيل المثال عندي هنا planes or the fastest. okay، فنشوف هنا عندي صفة قصيرة، نلاحظ النون أو الاس بي السبجكت بروناونز، بعد كذا عندي الفيرب تو بي فعل الكينونة ام أو از أو ار، بعد كذا ذا والتي طبعا تترجم ال. اوكي، بعد كذا عندي الادجكتيف الصفة مضاف لها اي اس تي. إذا عندي شيء يتم ماذا؟ كتابته في نفس مفردة أو إضافة، تسمى إضافة على الصفة. في الحالة الأولى الإضافة جاتني في الصفة القصيرة حينما أقارن بين شيئين وكانت إي آر. أما في التفضيل أنه أفضل، فالزيادة والإضافة راح تكون إي إس تي. نشاهد الأمثلة. جوبيتر، أوكي، أو جوبيتر is the biggest planet in our solar system. أوكي، إذا هو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. أوكي، الجوبيتر. بعد كذا ننتقل نقول she is the smartest girl in our class. هي الأذكى من ضمن طالبات الصف. I am. أوكي، نلاحظ الـ is اللي هي الـ verb to be، فكلها ممكن نستخدمها. I am حسب الضمير والاسم الذي يسبقها. I am the shortest person in my family. أنا الأقصر أو أقصر شخص في عائلتي. The man أو this man is the fastest. هذا الرجل هو الأسرع. Okay؟ فهنا نشوف the biggest, smartest, shortest, fastest كأحد الصفات القصيرة الواضحة أمامي في التفضيل. أما فيما يخص الصفات الطويلة، الصفة الطويلة فنلاحظ التركيب وهو اسم noun verb to be فعل الكينونة. أوكي، اسم noun ثم verb to be، بعد ذلك the والتي تعني ال، ثم نرى most إضافة قبلها، بعد ذلك الadjectives وهي الصفة الأكثر. أوكي، الأمثلة هنا عندي a rose is the most beautiful flower. الورد الأحمر والروز، ورد الروز هو الأجمل أو أكثر جمالاً من أنواع الورود. أوكي، I found the most comfortable jeans. لقد وجدت أكثر الجنوز راحة طبعا أثناء الارتداء. This is the most interesting book I have ever read. هذا أكثر الكتب تشويقا وشد الانتباه الذي قرأته في حياتي كلها. أوكي، فهنا هذه هي الصفات التي لدي. بعد ذلك ننتقل الآن للصفة الشاذة قبل ما نتجه للقسم الرابع، وهو قسم مستقل تماما اللي هو as، صفة as. نشوف هنا ذكر لي irregular forms اللي هي الصفات الشاذة، تكوينها طبعا شكلها تكون شاذة، تختلف باختلاف الحالة التي تستخدم فيها. أوكي، فنشوف مع بعض هنا الصفات الشاذة. هي أهم صفتان لدي good جيد وbad سيء، وهي تمر بالحالات الثلاث السابقة اللي هي الحالة الأولى زي ما قلنا صفة عادية تستخدم للمرة لوصف شيء واحد، نصف فيها المفرد والجمع فنستخدمها مرة واحدة. كذلك الحالة الثانية أن يقارن فيها الشيئين مع بعضهم البعض وراح نشوف كيف يتغير شكلها، والمرحلة الثالثة اللي هي نفضل بها شيء عن الكل. كل هذه المراحل الثلاث راح نشوفها في الصفات الشاذة. good قلنا بمعنى جيد،
وأنا الآن أستخدمها استخدام عادي فأقول أحمد is a good student، أحمد طالب جيد. لما أجي أقارن comparative، I feel better than yesterday، أنا أشعر اليوم أفضل من البارح، إذن شعوري الآن أفضل من الأمس. أوكي، superlative التفضيل راح تتغير عندي الصفة من good و better إلى the best. فنشوف هنا سارة is the best student in math class، سارة أفضل طالبة في صف الرياضيات. نشوف الصفة الثانية عندي bad اللي هو سيء، فتنتقل عندي من bad إلى worst إلى the worst. أوكي، فنشوف bad cheating is a bad habit، الغش صفة سيئة أو عادة، عفوا عادة سيئة. أوكي، عادة سيئة. الكومباراتيف لما أقارن الشيئين فأقول the food was worse than the service، الطعام كان أسوأ من الخدمة. أوكي، نجي لي بعدها سوبرلاتيف اللي هو الأكثر. أوكي، فهنا أقول this was the worst accident I ever seen، هذا كان أسوأ حادث رأيته على الإطلاق. أوكي، فهنا مرت الحالات في الصفات الشاذة بالحالات الثلاث، الصفات الشاذة هنا مرت عندي بالحالات الثلاث. أوكي، بعد ذلك نأتي إلى الجزئية الثانية من القاعدة اللي هي الكومباريزن with as، صفة as. ماذا أعني بالمقارنة؟ المقارنة والتي تأتي بمعنى أن أمرين متساويين ومتشابهين أو مختلفين ولها أداتان وهما as ثم الصفة ثم as، هذه للمساواة والتشابه. أو الاختلاف أقول not as صفة as. ويمكن هنا مثل ما ذكر لك في القاعدة you can use just for emphasizes، أنك تستخدم just للتأكيد، يمكن أن نستخدم just للتأكيد. وأمثلتها نشوف هنا the weather this summer is as good as last year، إذا الطقس في هذا الصيف كان جيدا مثله مثل العام الفائت. My brother drive as carefully as my father، أخي يقود السيارة بما معناه drive car as carefully، بانتباه كما هو والدي. أوكي، مثله مثل والدي. We finished as quickly as we could، انتهينا بأسرع وقت استطعنا. أوكي، as quickly as we could. This house is not as beautiful as the first one، هذا المنزل ليس جميلا كما كان أول منزل. أوكي، Paris isn't as big as Tokyo، باريس ليست كبيرة كما هي طوكيو. خالد didn't play as well as he did last week، خالد لم يلعب جيدا كما كان الحال في الأسبوع الماضي. أوكي، فأما أني أستخدمها للمساواة أن الشيئين متشابهين، أوكي، أو أني أضيف لها not فأعني أن أمرين مختلفين تماما. مثالها ما هو موجود عندي هنا، يقول لك in Japan trains are as expensive as planes، اللي هي في اليابان القطارات غالية مثلها مثل الطائرات. This hotel is just as comfortable as the hotel and it doesn't cost as much. عفوا hostel، هذه بيوت الضيافة مريحة كما هي الفنادق ولكنها ليست غالية مثلها. Our neighborhood isn't as noisy as our old one، هذا الحي ليس مزعجا كما هو حال حينا السابق. And it isn't as dangerous، وليس خطيرا كما كان عليه الحي السابق. أوكي، فهذه هي الجزئية فيما يعني ويخص بالمقارنة. لما يراجع بإذن الله الطالب والطالبة يراجعون هذا المستند بحول الله وقوته، راح تكون المواضيع أكثر وضوحا، راح تكون بإذن الله أكثر استيعابا وفهما، فأتمنى العودة لهذا المستند. ننتقل بعد ذلك إلى الجزئية الثانية من القاعدة وهي الـ indirect questions. بدأت هذه القاعدة بجملة هنا تقول there is no inversion of the subject and verb indirect questions،
بمعنى لا يوجد هنالك تبديل في موقع الفاعل والفعل في الأسئلة غير المباشرة. وش المقصود بهذه الجملة؟ وش تشرح لي من خلال الدايركت وإنديركت كويستشنز؟ نجي نقول لك وراح نطبق على الأسئلة هذه وراح نشوفها بإذن الله، لكن خلينا نشوف الشرح. شرح هذه القاعدة إيش؟ الأسئلة غير المباشرة. نفس الشيء هذا بإذن الله المستند راح يكون موجود عندك في وصف الفيديو. الأسئلة غير المباشرة تستخدم حينما نتحدث مع شخص لا نعرفه. لماذا؟ ذلك أكثر أدباً. ما يميز هذه الأسئلة وهي ما تم ذكره في السطر هنا؟ ما يميزها أن ترتيب الفاعل والفعل فيها لا يتغير، وكأنما نكتب جملة مثبتة عادية. لماذا؟ احنا نعرف أن اللغة الإنجليزية لما نجي نصيغ سؤال مثل أسئلة yes or no question وغيرها من الأسئلة، احنا نقلب نستخدم قاعدة الأكس في الكتابة عادة، وهذه قاعدة ماشية من فترة طويلة مع الطالب في بداية تعلم اللغة الإنجليزية، وتبدأ بعبارة شبه جملة. الأسئلة الغير مباشرة أول حاجة ما يميزها أن ما نغير مكان الفعل والفاعل، كأننا نكتب جملة مثبتة عادية. وما يميزها أيضا أنها تبدأ بعبارة شبه جملة، مثل عبارة أو شبه جملة مثل إيش؟ Could you tell me؟ هل تستطيع إخباري؟ Do you know؟ هل تعرف أو هل تعلم؟ ونلاحظ Do you know هو عنوان هذه الوحدة، مثل ما قلت لك العناوين قد تدل على القاعدة وكذلك على ما تشتمل عليه الوحدة كاملة. أوكي؟ فDo you know؟ ولتوضيح ذلك نشاهد هذه الأمثلة. الجملة المثبتة على سبيل المثال: The bank is on the corner. البنك يقع في الزاوية أو على زاوية الشارع. في السؤال المباشر الدايركت كويستشن مثل هذه الأسئلة، نلاحظ إيش؟ ونلاحظ أني عندي الاسم حطيته بالأحمر لك، والفعل المساعد حطيته بالأخضر بس عشان يميز الطالب المكان والطالبة. شوفوا الدايركت كويستشن: Where is the bank؟ احنا غيرنا الآن. The bank is the bank. أين يقع البنك؟ أو أين هو البنك؟ أين مكانه؟ هذا السؤال المباشر. السؤال غير المباشر نلاحظ هنا: Could you tell me؟ الجملة اللي قلنا نبدأ فيها السؤال غير المباشر: Where the bank is؟ The bank is where؟ نفس مفردات السؤال أو كلمة السؤال، بعد ذلك the bank is وهنا is the bank. فهذا هو المقصود. أولا أبدأ بعبارة أو شبه جملة Could you tell me أو Do you know، هذه الملاحظة الأولى على السؤال غير المباشر. الملاحظة الثانية أن الفاعل والفعل يكونوا فعل الكينونة، نلاحظ أن ترتيبها وكأنني أكتب جملة مثبتة عادية فقط. هذه كل القاعدة فيما يخص الدايركت وإنديركت كويستشن. نشوف الأمثلة هنا عندي. شي يقول What's the name of the street؟ ما هو اسم الشارع؟ Do you know what the name of the street is؟ لأن لو بيجي أجاوب أقول the name of the street is فرضا King Sultan Street، شارع Prince Sultan Street اللي هو شارع الأمير سلطان. أوكي، نفس الشيء هنا Where is the nearest bank؟ لاحظ Do you know where the nearest bank is؟ هل تعرف أقرب بنك أين يقع؟ okay. When does the store open؟ Do you know when the store opens؟ ونلاحظ هنا عندي does حذفت. Does حذفت، لماذا؟ خلونا نشوف مع بعض المستند. هنا أمثلة أكثر. في الأمثلة الأكثر عندي هنا نلاحظ أن الفعل المساعد يحذف. الفعل المساعد does و did تحذف في الأسئلة المباشرة، وهذه قاعدة مهمة جدا. طبعا أنا ذكرت لك هذه الأمثلة زيادة، بعض المعلمين وبعض المعلمات يطلبون أمثلة من الطالب خارج المنهج حتى تأكيد اللي فهمه. ف why is he happy؟ لماذا هو سعيد في المضارع البسيط. فنقول can you tell me why he is unhappy؟ طبعا لاحظ he is نفسها كأني أكتب جملة عادية. When is the restaurant closing? Do you know when the restaurant is closing? Okay. نلاحظ كذلك تغيير الفاعل والفعل. Okay. فنشوف هنا الأمثلة الباقي عندي، لكن ما يهمني هنا does و did يتم حذفها ولا تذكر في الأسئلة
غير المباشرة، وكل ما تم هنا هو تطبيق لما تحدثنا عن في القائل. طيب جزئية الـ listen and discuss، الجزئية الأولى راح نرجع لها، كلها تطبيق لهذه القاعدة الذي يجب أن يعود لها الطالب ويحرص على إتقانها وفهمها. طيب نرجع الآن للجزئية الأولى اللي هي جزئية الـ listen and discuss. ونلاحظ في جزئية الـ listen and discuss بدأت بسؤال: What do you think people mean when they say a town or neighborhood has a good quality of life? Good quality of life. Quality of life هنا راح نلاحظ وجودها هنا quality of life indicators اللي هي مؤشرات جودة الحياة. فهنا متى تقول أن هذا الحي أو هذه المدينة جيدة؟ ما هي المؤشرات التي تعتمد عليها حينما تريد أن تقول هذا المكان جيد؟ فنشوف هنا: Do you know where this place is؟ هل تعرف أين هذا المكان؟ هنا عندي تمرين عبارة مثل الاكسرسايز للطالب، عندي A B C D، هي عدد من المدن. أوكي، لو يلاحظ الطالب وجودها في كتابة راح تكون في الكتاب صفحة 58 مقلوبة، أوكي، نفس هذا الشكل اللي تحت، لكن هو الكتاب التفاعل يعدلها لك عشان تعرف الإجابات. فكانت A جابان، B هونغ كونغ، C كامبريدج في إنجلند، وهنا عندي المكسيكو سيتي، مدينة المكسيك. أوكي، فراح نسمع مع بعض كامل القطع، راح يتم قراءته وراح نرجع نطبق عليها بحول الله وقوته فيما يتعلق بتحديد الصفات، تحديد الصفات بإذن الله. فنشوف مع بعض هنا ونسمع. بسم الله. Do you know where this place is? Look at each photo, read the text, and guess the name of the city or country. In what ways is it similar to or different from where you live? A. The public transportation system is the most efficient in the world. The bullet trains can travel at 186 miles, 300 kilometers, per hour, and are extremely punctual. Fares for the express trains are as expensive as airplane fares, but overall, the time required for the train trip is usually shorter, since there is no need to travel to an airport. B. The city is known to be one of the safest cities in the world. The overall crime rate is roughly the same as that of Singapore, but lower than that of Tokyo, Toronto, and many other large cities. C. It is home to one of the oldest universities in the world and one of the largest. Nowadays, the town isn't as quiet as it used to be, but the quality of life is still just as good. There are lots of green areas, and a quarter of the population cycles around the town, over the bridges, through the parks, and along the narrow streets. D. Surveys show that the city has the worst traffic in the world. It is worse than Sao Paulo, Brazil. The average commuter spends 4 hours in traffic per day. There are approximately 6 million cars, taxis, buses, and other vehicles carrying 22 million people. طيب بعد ما سمعنا المقطع هذا كامل، في عند الجزئية الأولى تقول لك هنا the public transportation system is the most efficient in the world، يعتبر نظام المواصلات هو أكثر نظام دقة في العالم. The bullet trains can travel at 186 miles 300 kilometers per hour and are extremely punctual. إذا القطار يسمى قطار الطلقة أو الرصاصة يعتبر سريع جدا، 300 كيلو متر في الساعة، ودقيق جدا. Fares اللي هي الرسوم. Fares for the express trains
are as expensive as airplane fares. تكلفة غالية مثلها مثل تكلفة السفر عن طريق الطائرة. But overall, ولكن بشكل عام, okay, the time required for the train trip is usually shorter. الرحلات اللي انت مستغرقها في القطار هي أقصر, since there is no need to travel to an airport. لأننا لا نحتاج السفر إلى المطار, okay? فهذه المدينة هي اليابان, جابان, أو الدولة اليابان عفوا. بعد ذلك ننتقل إلى B. The city is known to be one of the safest cities in the world. وانا عندي تطبيق القاعدة the safest, okay, وراح نشوف بإذن الله الحل وقت حل الكويك تشيك. فهنا عندي أكثر المدن أمانا في العالم. The overall crime rate is roughly the same as that of Singapore, اللي هو مستوى الجريمة منخفض كما هو في دولة في سنغافورة في ماليزيا, but lower than that of Tokyo, Toronto and many other large cities. ولكن طبعا يعتبر أقل من باقي المدن الكبيرة مثل تورنتو وطوكيو وغيرها من المدن. Okay. ف B راح تكون عندي الإجابة اللي هي هونغ كونغ, راح تكون موجودة طبعا هنا هونغ كونغ. بعد ذلك عندي C. C. C نلاحظ أنها كتبت كامبريدج إنجلند. إذن كامبريدج it is home of the one of the oldest universities in the world and one of the largest. هي واحدة من أكبر المناطق التي تضم أقدم الجامعات وأكبرها على مستوى العالم. Nowadays, في الوقت الراهن وهذه الأيام, the town isn't as quiet as it used to be. إذن isn't, هي ليست هادئة كما كانت هادئة سابقا. But the quality of life is still just as good. قلنا just للتأكيد, إذن ما زالت الحياة وجودتها جيدة كما كانت في السابق. There are lots of green areas. هنالك العديد من المناطق والساحات الخضراء في كامبريدج. And a quarter of the population cycles around the town. إذن ربع سكان منطقة كامبريدج يتنقلون عن طريق الدراجات الهوائية. Over the bridges. كذلك عبر الجسور. Through the parks. وكذلك في الحدائق. And along the narrow streets. ومن خلال الشوارع الضيقة في المنطقة. هذه بالنسبة لي كامبريدج في إنجلند. آخر مدينة عندي اللي هي مكسيكو سيتي. Surveys show that the city has the worst, الأسوأ, the worst traffic in the world. إذن الاستبيانات والدلائل كلها تشير إلى أن مدينة مكسيكو سيتي فيها أسوأ نظام مروري في العالم كله. It is worse than San Paulo. Worse than, أسوأ من سان باولو في البرازيل. The average commuters spends 4 hours in traffic per day. الركاب وسائل النقل المختلفة يقضون 4 ساعات في السيارة أو في وسائل النقل بشكل عام يوميا. There are approximately 6 million cars, taxis, buses and other vehicles. إذا هناك 6 ملايين وسيلة نقل مختلفة carrying 22 million people في المدينة. نحن نتكلم الآن عن مدينة واحدة فيها 6 ملايين وسيلة نقل و 22 مليون شخص يتنقل فيها. إذا هذه بالنسبة لمكسيكو سيتي. طيب نجي بعد ذلك إلى quality of life indicators, الدلائل والمؤشرات على جودة الحياة. هنا مكتوب what do you look for in a town community. ما الذي تتطلع له أو تهتم فيه حينما تنظر إلى مدينة أو مجتمع. Check the indicators that are important to you. قم بوضع علامة على المؤشرات التي تهمك. على سبيل المثال cost of living, تكلفة المعيشة. Cost of housing, تكلفة كذلك السكن. Clear air, الهواء النقي, طبعا air quality لجودة الهواء. Low crime rate, اللي هو نسبة تسجيل حالات جنائية أو جرائم في المدينة تكون قليلة. Green areas, المسطحات الخضراء.
hospitals المستشفيات, schools المدارس, public transportation وسائل النقل العامة, culture and recreation اللي هي طبعا الثقافة وكذلك وسائل الترفيه المختلفة في المنطقة أو المجتمع. فما هي الأمور التي تهمك حينما تريد أن تشاهد أحد تلك المدن أو تسأل عنها؟ بعد ذلك ننتقل إلى جزئية ماذا؟ جزئية الكويك تشيك. نلاحظ هنا جاب لك الإكسرسايز أي فوق وجاب لك النص تحت على طول. ليه؟ هنا في جزئية الكويك تشيك عندك الفوكابولري اللي هي المفردات, underline the comparative and superlative forms in the article, قومي بتحديد الكومباريتيف والسوبرلاتيف اللي تكلمنا عنها هنا في القاعدة الأولى اللي هي صفات التفضيل وصفات المقارنة, تحدث لي عنها أوكي أو حدد لي إياها عفوا هنا. فلما نطلع الإجابات راح نشوف التحديد هنا the most efficient, as expensive as, shorter, هذه بالنسبة للجزئية الأولى A, B راح تكون the safest, بعدين lower, ننتقل بعدها إلى C the oldest, the largest, as quiet as, أما في الجزئية الأخيرة فتكون the worst و worse. أوكي؟ هذا في الإكسرسايز الأول. الإكسرسايز اللي بعده B comprehension الفهم أو الاستيعاب, answer true or false أجب صح أو خطأ, in Japan في اليابان trains are less expensive than planes, القطارات طبعا أقل تكلفة من الطائرات, طبعا هذا خطأ, احنا قلنا متساوية. The trains in Japan travel at a speed faster than sound, تتنقل أو تمشي القطارات بسرعة تعلو سرعة الصوت أو أسرع من الصوت, طبعا هذا خطأ, سرعتها فقط 300 كيلومتر في الساعة وتعتبر سرعة معقولة. The crime في السفر طبعا, the crime rate in Hong Kong is as low as that of Singapore, اللي هو نسبة الجرائم قليلة في هونغ كونغ مثلها مثل سنغافورة, طبعا هذه جملة صحيحة. Cambridge has a lot of green areas but noise is a problem, تعتبر كامبريدج منطقة خضراء ولكن الإزعاج يعتبر مشكلة كبيرة فيها, طبعا هذا خطأ, لا تعد مشكلة كبيرة جدا. The traffic in Mexico City is much worse than in San Paulo, Brazil, مشكلة المرور في مكسيكو أو مدينة المكسيك هي مكسيكو سيتي أكثر سوءا مما هو موجود في البرازيل, وطبعا هذه جملة صحيحة في سان باولو. فهذه هي الإجابات false, false, true, false, true. Okay. ننتقل بعد ذلك إلى الـ ask and answer, الـ pair work. Okay. فنشغل مع بعض الجزئية الصوتية ونقول بسم الله. Do you know what the cost of living is like in Oman? It isn't as expensive as it is in Abu Dhabi. Which do you think is more polluted, Sao Paulo or Mexico City? Sao Paulo is just as polluted as Mexico City. أوكي, بعد ما سمعناه ننتقل بعد ذلك إلى جزئية القاعدة. فيما يخص القاعدة احنا شرحناها, الآن راح ندخل على التمارين, حلول التمارين. نشوف التمرين الأول اللي هو exercise A, complete the sentences, أكملي الجمل أو أكمل الجمل, use the correct form of the adjective, استخدم الصيغة الصحيحة والتكوين الصحيح للصفات, طبعا الصفات ما بين الأقواس. فنطلع الإجابات عشان نقرأ الجمل. The downtown area is usually noisier than the suburbs, اللي هو المناطق الرئيسية في المدن والوسطى فيها تكون أكثر إزعاجاً من المناطق الخارجية والضواحي. The hospitals in cities are usually better than the ones in a country, in the country. طبعاً المستشفيات في المدن تعتبر أفضل من المستشفيات الموجودة في تعتبر من أفضل المستشفيات الموجودة في الدولة. Okay. Public transportation is less frequent at night than during the day. طبعا هنا قاعدة less أقل استخداما, أقل إزعاجا, فهي قاعدة للأمانة هامشية جدا ليست بأهمية ما تم شرحه. فهنا راح تكون الإجابة less frequent, أكثر شيوعا, التنقلات أكثر شيوعا أو عفوا أكثر استخداما في الليل منها في النهار.
أو أكثر استخداماً في النهار في الليل منها في النهار طبعاً زي ما قلنا. My hometown has the cleanest air of all the towns in this country. الهواء في مدينتي يعتبر الأنقى من بين كل المدن في هذه الدولة. Many people say that San Paulo has the worst traffic in the world. البعض قال أن مدينة سان باولو في البرازيل لديها أسوأ مرور أو نظام مروري في العالم. The subway is more crowded at rush hour than at other times. يعتبر محطة القطار أو قطار الأنفاق أكثر ازدحاماً okay. من في ساعات الذروة من الأوقات الأخرى. Housing is usually less expensive in the country than in the city. يعتبر تكلفة المنازل أو شراؤها سواء أو استئجارها أقل غلاء منه من المدن. The cost of living in small towns, تكلفة المعيشة في المدن الصغيرة, is usually cheaper than in big cities, تعتبر أقل أرخص منها في المدن الكبيرة. هذا بالنسبة للتمرين الأول exercise A. ننتقل بعدها إلى exercise B. Write sentences with as صفة, طبعا هنا بعدين as. اكتبي الجمل المستخدمة أدوات المقارنة. فنشوف عندنا الجملة الأولى, the flash computer is fast, the XWZ model is just as fast, اللي هي طبعا سريعة الكمبيوترات. فنقول the XYZ model is as fast as the flash computer. إذا بدأنا بالجملة الثانية وقارناها بالجملة الأولى, Majid is a smart young man and so is his brother Nasser. لما نجي نقارن نقول Majid is as smart as his brother Nasser. Majid ذكي مثله مثل أخوه ناصر. نبدأ بهذه ونبدأ بهذه فهي نفسها. Okay. The red car is expensive. The blue car is less expensive. فنشوف كيف كتبنا هذه الجملة. The blue car isn't as expensive as the red car. السيارة الزرقاء أقل تكلفة أو سعرا okay, من السيارة الحمراء. Rome is an amazing city and so is Paris. فهنا قال لي Paris is as amazing as Rome. باريس رائعة كما هي روما okay, مثلها مثل روما. بعد ذلك عندي التمرين الذي يليه C, وهو work with a partner. Mark, make indirect questions. Use do you know or could you tell me. إذا هنا نكتب أسئلة مستخدمين do you know, هل تعلم, أو could you tell me, هل ممكن هل أن تخبرني. فنشوف الأسئلة, where is the main post office, أين هو مكتب البريد الرئيسي. فاستخدمنا do you know or could you tell me. نفس السؤال, ونلاحظ هنا الاس جاءت في الأخير. How often do the buses come, كم مرة تأتي الباصات هنا okay. Do you know, could you tell me. نفس الشيء, what time does the bank open, متى يفتح البنك. ونلاحظ الدز هنا ونشوف كتابة السؤال ما فيها الدز حذفناها. Where is the nearest pharmacy, أين هي أقرب صيدلية. فكتبت ب do you know, could you tell me. فيوقف الطالب الفيديو يكتب أو حتى يصور الشاشة. ننتقل بعد ذلك لما يليها من 5 إلى 8. 5, who can give us directions, من الذي يستطيع أن يعطينا وصف ويطلب وصف مكان. Do you know or could you tell me. Which way is the center of town, أي طريق أسلك لأتجه إلى وسط المدينة, أو ما هو الطريق الذي يؤدي إلى وسط المدينة. جبنا بالطريقتين كتابته. When does the gas station close, متى تغلق محطة الغاز أو طبعا محطة البنزين. Do you know, لاحظ الجز ما هي موجودة. Could you tell me. What is the name of the highway to town, ما هو اسم الطريق العام الذي يؤدي إلى المدينة. ف do you know, could you tell me. ولاحظ الأز جاءت في النهاية okay. فأرجع أقول يقف الطالب الفيديو ويتم حل هذه التمارين. بعد ذلك عندي الجزئية التي تليها اللي هي D, هذا التمرين الأخير. وcomplete the conversation, أكمل المحادثة. Use comparative and superlative forms of the adjectives, استخدم الcomparative والsuperlative المقارنة والتفضيل. Then practice the conversation with a partner, ثم يقوم الطالب ب
ماذا تطبيق هذه الكونفرزيشن وهذه المحادثة مع زميلي في الصف. فطلعت الإجابات وخلونا نقرأها مع بعض. In your opinion, في رأيك, what is the best restaurant in town? ما هو أفضل مطعم في المدينة؟ فأرد, I think it's Antonis. أعتقد أنه مطعم أنتوني. I disagree. أنا لا أوافقك الرأي. Antonis isn't as good as Gino's. فمطعم أنتونيس ليس جيدا كما هو مطعم جينوس. Gino's has better pasta than Antonis. في مطعم جينو لدينا باستا أو مكرونة أفضل من أنتونيس. But فرد الآخر, but Antonis is always crowded. ولكن مطعم أنتونيس دائما ما يكون مزدحم. فرد, of course, بالطبع, it's the most popular restaurant in town. هو أفضل مطعم أو أكثر مطاعم الشهرة في المدينة. But it is still not the best place to eat. ولكنه يبقى ولكنه يظل ليس أفضل مكان للأكل. فرد الآخر, so إذن, can you tell me where the best food in the town is? هل يمكن أن تخبرني؟ Can you tell me? Okay. ونشوف هنا الأز في الأخير جاءت. فهل يمكن أن تخبرني أين أفضل مكان للأكل في هذه المدينة؟ فرد, in my opinion, في رأيي الشخصي, it is at 209 Mulberry Street. إنه يقع في شارع 209 شارع مولبري. فرد الآخر, but that's where you live. ولكن ذلك هو أين تسكن. فقال له, exactly, بالضبط. No one's cooking is as good as my mom's. لا يوجد أحد يطهو بشكل رائع كما هي أمي. Okay. فنشوف اللي بعده. هي جزئية language in context. Okay. فعندي هذه الجزئية, جزئية رائعة جدا جدا جدا, وهي جزئية للتطبيق. هذه هي الجزئية. فنشوف هذه الجزئية تقول work in pairs, يعمل الطالب في فريق. Choose the best place for Yusuf to live, اختار المكان الأفضل ليوسف ليعيش فيه. Then compare with other pairs, وقارن الإجابات مع الزملاء الآخرين في الصف. Take a class note, خذ بعض الملاحظات. Okay. Which place does the class think is best of Yusuf? الملاحظات هذه تشتمل على اختيار الطلاب ما هو أفضل مكان ليوسف, يعني بما معناه حصر عدد الطلاب الذين اختاروا فرضا هذه الشقة أو هذه أو هذه أو هذه, لأن أربع شقق أو أربع مناطق ممكن أن يعيش فيها يوسف. فهنا يوسف is looking for a place to live. يوسف يبحث عن مكان ليسكن فيه. He wants a small, هو يريد مكان صغير, quiet place in a good neighborhood, ومكان هادئ في حي جيد. He doesn't have a car. لا يوجد لديه سيارة. But he has a motorcycle. لكن لديه دراجة نارية. يوسف is a student. هو طالب. And he has a part-time job. ولديه عمل مؤقت, يعني جزء من يومه. He earns about 1,500 a month. راتبه من هذه الوظيفة 1,500 دولار في الشهر. فنشوف الفورنت, ما هو المتوافر له لإيجاره. فنشوف هنا الأولى, large room near university, غرفة كبيرة بالقرب من الجامعة. Fully furnished, مؤثثة بالكامل. Good for single person or student, جيدة ومناسبة لشخص واحد أو طالب. No parking available, لا يوجد فيها أي موقف للسيارة. Okay. المكان للوقوف السيارة. $350 a month, اللي هو 350 دولار في الشهر. See Mr. Basil, لتأجيرها أو لرؤيتها. التقي بالسيد بازل, 38 6th Street, في الشارع رقم 38, or call, أو اتصل عليه على الرقم التالي. Okay. هذا إعلان الشقة الأولى, المكان الأول. المكان الثاني, one bedroom apartment, إذن هي غرفة, هي شقة بغرفة نوم واحدة. Third floor, no elevator, في الدور الثالث ولا يوجد هنالك مصعد. Good location, مكان وموقع ممتاز. Near public transportation and park, قريبة من
وسائل المواصلات والنقل العامة كذلك الحديقة. 700 a month 700 دولار في الشهر. Contact Mr. Hammer اتصل بالسيد هامر at طبعا هذا هو الرقم الهاتف after 6 p.m. وذا يتم الاتصال وراء الساعة 6 مساء بعد الساعة 6 مساء. هذا الإعلان الثاني. الإعلان الثالث small studio apartment. الاستديو أبارتمنت هي عبارة عن شقة ولكن مفتوحة على باب، بمعنى غرفة النوم جزء آخر منها راح يكون مطبخ، جزء فيه كنبة صغيرة للجلوس، وجلكم الله حمام فقط دورة مياه. هذا السمول استديو أبارتمنت. اوكي، ثاني نقول excellent neighborhood، حي ممتاز جدا، lots of green space، مناطق خضراء كبيرة، quiet هادئة، safe آمنة، 2 blocks from shopping mall and train station، تبعد حيين أو شارعين عن المجمع للتسوق طبعا، وكذلك محطة القطار، parking available below the building اللي هو الموقف متوفر تحت البناية خاص بهذه الشقة، 450 a month 450 دولار في الشهر للإيجار طبعا، تتصل بهذا الرقم. الإعلان الرابع small house with a garden in the downtown area، منزل صغير مع حديقة صغيرة جدا، near restaurants قريب من المطاعم، shopping mall مجمع تجاري، and sports center ومركز رياضي، built in a closets طبعا موجود فيها خزانة في نفس الجدار، fully occupied kitchen وكذلك المطبخ مجهز بكل المعدات اللازمة، 900 a month 900 دولار في الشهر، call وتتصل على هذا الرقم. هنا عندي أربع خيارات ليوسف يناقش الطلاب ما هو أفضلها، ويضع طبعا لستة بأكثر خيار تم انتقاء من قبل الطلاب ويتناقش مع الزملاء في الفصل مثل ما قلت. بعد ذلك ننتقل للجزئية التي تليها وهي جزئية listen، جزئية الاستماع. طيب listen to the news story about garbage and recycling، تستمع إلى حوار في طبعا هذه في الأخبار فيما يتعلق بأجلكم الله بالقمامة بشكل عام في العالم كله، وكذلك recycling اللي هي إعادة التدوير. Answer true or false، أجب ب صح أو خطأ. okay. فنشوف عندي هنا رقم واحد، the garbage from one week in Mexico City can fill a large stadium. أجلكم الله القمامة في مكسيكو سيتي مدينة مكسيكو لأسبوع واحد قد تملأ ملعب كبير. okay. Number two, the United States doesn't produce as much garbage as Mexico. في الولايات المتحدة الأمريكية لا نشاهد كمية قمامة كما نشاهد في مدينة مكسيكو. ثلاثة، today only paper and cans are recyclable. هذه الأيام فقط الورق وكذلك العلب ما يتم إعادة تدويرها. سوف نشاهد في الأخبار هل هذا صحيح أم لا. رقم أربعة، about 100 pounds of recycled paper saves one tree. حوالي 100 pound من الورق المعاد تدويره قد يحفظ لنا شجرة، بما معناه أنها ما تقص عشان تنتج لنا الورق. كذلك آخر شيء، إن كورتوبا في البرازيل، مدينة كورتوبا في البرازيل أو منطقة كورتوبا، people can get bus coupons when they recycle garbage. يحصل المواطنون في هذه المدينة في البرازيل على كوبونات لاستخدام الباص حينما يساعدون الدولة في عملية إعادة تدوير القمامة جلكم الله. فنستمع مع بعض للمقطع، طبعا هذا هو راح نشاهده مع بعض ونطلع الإجابات بعد شوي بإذن الله. One of the biggest problems in cities around the world is disposing of garbage. Mexico City produces approximately 11,000 tons of trash every day. One week's garbage is enough to fill the Aztec Stadium, one of Mexico's largest stadiums, which can hold about 115,000 people. But the United States produces the most garbage of all the countries in the world, over 240 million tons a year. That's about 4.5 pounds, 2 kilos,
per person per day. Some cities have recycling centers. Residents can separate paper, glass, cans, and plastic from the regular waste. Today, almost any kind of garbage can be recycled, and the environment can be protected. For example, 110 pounds, 50 kilos, of recycled paper saves one tree. Some cities have trained their citizens and encouraged them to keep their cities clean. In many cities in the United States, people have to put plastic bottles and cans in separate garbage bags or cans. Paper also is kept separate. The plastic, paper, and metal are taken to special centers for recycling. In Curitiba, a large city in the south of Brazil, the inhabitants like to say that theirs is the most ecological city in the world. The city council found a very practical solution to the problem of trash. Recyclable trash can be exchanged for bus coupons or for food. فقل بسم الله. طيب بعد ما سمعنا المقطع راح نشوف الإجابات. إذا بالفعل في المكسيكو سيتي الجاربج ممكن تملأ لاستوديو كاس ملعب كامل. بالنسبة للولايات المتحدة هي تنتج قمامة جلكم الله أكثر من المكسيك. عندي كذلك ما يتم إعادة تدويره ليس الورق والعلب هذه الأيام، بل كل شيء ممكن أن يعاد تدوير، فالجملة هذه خاطئة. بعد ذلك عندي كذلك 100 باوند ممكن أن ينقذ لي شجرة، هذا صحيح. كذلك في البرازيل من يساعد الدولة في جمع القمامة يعطى كوبونات لاستخدام وسائل النقل العامة. إذا true false false true true. Okay. بعد ذلك ننتقل إلى جزئية البرونسيشن. ما يحتاج نشغل الصوتيات، وأنا راح أقرأ لكم. يقول في عندي rising intonation في الـ indirect question، وعندي lowering أو lower intonation في الأسئلة غير في الأسئلة المباشرة. فالغير مباشر راح يرتفع عندي الصوت في الأخير. وراح أقرأ لكم السؤال ولاحظوا معي. Do you know where the bus stop is؟ Okay. هل تعلم أين محطة توقف القطار؟ فنعيد السؤال. Do you know where the bus stop is؟ لكن لاحظ السؤال الثاني اللي هو سؤال مباشر. Where is the museum؟ Okay. أين هو المتحف؟ Where is the museum؟ الصوت عادي لكن هنا يرتفع. Do you know where the bus stop is؟ Okay. فارتفع الصوت واضح. بعد ذلك عندي جزئية اللي هو في الكتاب هنا، اللي هي جزئية about you. About you عنك أنت، أوكي، وهي طبعا عندكم في صفحة 62، هذا كتاب المعلم. ف describe three things in your town that have changed in the last year or two. وصف لي شيئين أو عدة أشياء تغيرت في ثلاثة أشياء طبعا تغيرت في مدينتك في العامين، السنة أو العامين الماضيين. Talk about something that has become cheaper or more expensive recently. تحدث عن أشياء أصبحت أغلى أو أرخص في الأيام هذه. Compare things that aren't as good in two neighbors in your town. قارن شيئين أو عدة أشياء ليست جيدة أو جيدة في المدينة التي تقطن فيها أو الحي الذي تسكنه. What are the best restaurants, stores, and hangout places in your town? ما هي الأماكن والمطاعم والمحلات كذلك المفضلة في مدينتك؟ Does the class agree? هل يوافقك الرأي الطلاب؟ Okay. فالإجابة هذه الأسئلة الأربعة موجودة عندك في هذا المستند، حل تمرين صفحة 62 about you. عندي السؤال الأول تم ترجمة إجابته، السؤال الثاني كذلك تمت الترجمة، والثالث والرابع. طبعا الثالث والرابع يحتاج كتابة من الطالب بالفعل، فارتأيت أن يكون المقال الذي يكتب مقال جيد حتى يكون إجابة للطالب شاملة ووافية وكافية كذلك للطالبات. فأسأل الله بإذن الله إن شاء الله يكون سهل ويسير للجميع. طبعا تكلمت فيه عن مدينة الدمام، تكلمت فيه عن مدينة أبها وغيرها من المدن، ممكن للطالب يحط أي مدينة يختار. هذا فيما يتعلق بالـ about you. طبعا your turn عفوا هي موجود تبعا للconversation. هذه الجزئية راح ناخذها بإذن الله في الفيديو الثاني. الحين كملنا ساعة كاملة في شرح نصف هذه الوحدة، وأرجع أقول هذه الوحدة طويلة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فهمها سهل ويسير على الطلاب.
أهم جزئية فيها القاعدة، فنلتقي بحول الله وقوته في الجزء الثاني من هذا الفيديو، ونقول فما الله يحفظكم يا رب وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.